ولد محمد صبري أبو علم في 21 من مارس عام 1893 في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وحصل على الابتدائية من مدرسة المساعي المشكورة، ثم هبط إلى القاهرة ليتم تعليمه الثانوي والعالي. وبعد أن تخرج في مدرسة الحقوق عمل محامياً في مدينتي منوف وأشمون، وفي الانتخابات البرلمانية رشحه الوفد عن دائرة منوف أمام أحد كبار الملاك، وفاز أبو علم وكان أصغر النواب سناً. وشغل محمد صبري أبو علم موقع سكرتارية الوفد من 1943 وحتى وفاته في 1947، وتعد هذه الفترة من أخصب فترات العمل الشبابي في الوفد. وفي عام 1945 أسس أبو علم والنحاس باشا اللجنة الوطنية للطلاب والعمال التي كانت نواة للكفاح ضد الاحتلال. وعندما شكل النحاس وزارته السادسة اختار صبري أبو علم وزيراً للعدل. أعد أبو علم مشروع استقلال القضاء الذي أصدرته حكومة الوفد في 10 من يوليو عام 1943، وانتخب صبري أبو علم نقيباً للمحامين قبل وفاته التي كانت في 13 من إبريل في عام 1947 بثلاثة أشهر. ولذلك كرمته نقابة المحامين كنقيب سابق بعد وفاته.